شو بتقول الأفلاك لمواليد الحمل بالأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني جانوري يعني الشهر الأول؟ بدي أقول أنه هلأ بلشت تشوف الأمور أفضل بكثير من السابق. نعم هلأ أنت مقبل على جديد لأنه كوكب مارس أخيراً طلع من عندك وانتقل إلى برج الثور. مثل ما قلنا بانتقاله إلى برج الثور في مفاوضات، يعني عندك أسبوع من المفاوضات على صعيد الأوضاع النقدية المصرفية أو عمل واستثمار جديد بتطلع عليه حاليا، وبيكون عندك محادثات كتير مهمة بهالأسبوع الثاني من الشهر. كمان لما فينوس يحوب القوس اعتبارا من هلأ من الأسبوع الثاني، أول أسبوع الثاني رح تعرف ازدهار واسع وفي مشاريع، بس بدنا نضلنا منتبهين لأنه في تغييرات بين يوم الجمعة 8 ويوم السبت 9. الفلك بيتحدث كمان عن حظ بيومين، يوم السبت 9 ويوم الأحد 10. نعم عندك حظ بهاليومين ولازم تعرف انه عندك اوقات حلوة، بس ما تتسرع بموضوع تفاوضي، يعني فاوض على مهلك ما تتهور ولو انه الوعود كتير كبيرة. بتتمتع بأوقات جميلة جدا، بتتحرر يمكن من بعض الارتباطات والقيود، بتلتقى بأصدقاء جدد أو بتسافر بين الأحد عشرة والتنين 11. الفلك بس بيحذر من بعض المناكفات أو من مشاكل يمكن تتفاقم إذا ما ضبطت الأمور بين 12 و13. القمر الجديد يوم 13 بيلقي الضوء على قضايا مهنية بتتبلور تباعا طوال هيدا الشهر، وبيوحي بجديد يمكن يطرق يا عزيزي، وبتحصل على معلومات بتحتاج لها ويمكن بتجي بطريقة طبيعية بدون كلفة، بتوصل لعندك لحالة وبتكون كتير عظيمة بالنسبة لك. بين الخميس 14 أو اعتباراً من الخميس 14 ولآخر الشهر بتبلش الكواكب ترجع تمشي بطريقة طبيعية وأمامية، فبتطرق أمور بحياتك بتتسارع بشكل كبير وبتتزامن مع نمط عام بناسبك. يمكن تتطور مشاريعك بأسرع ما توقعت أو أسرع ما حملت. مارس بالثور بيدعيك للتمهل والانضباط حتى ما تواجه بعض الخيبات يلي بتجي بسبب ظروف غير متوقعة.